هناك صهاري جلعة الناس وحكي ماكو قبض ماكو انا اريد القبض وين قبض الناس في حته الخبر هذا ما انه هيك يصير ما والله هي هناك تحكي ويا عمار ايش يسوون فيها الابواب كلها مفتحه ورايا ناصب عليها وهذا شغل الحرس الوطني يعني سياره تاكسي برازيلي تضرب بها اشتغل بيها تاكسي انا دائما كون عندي هلا قاعد مجال واسع واحدة لا واحدة بس خلي ابو قصر شوف فشنو نضيف هاي 15 نفر تقريبا بالبيت هاي وراحت كل عيطنا الجزيرة العربية جزيرة سلام عليكم شرقية شرقية وتشردنا من بيوتنا وحرقم سياراتنا وحرقموا بيوتنا هاي ابني سيارته وبوفيت عياله وقراض هاي كلها احرقوها هذا اللي يروح على بيتك في العلم ابيض بل حتى يدي الطب القوات العراقيه والامريكيه جهاز شوفه شنو قاعدين هناك لا تتمون يمه لا تحصل لا حد ظلوا على قعده